السلام عليكم. محاضرتنا اليوم مديكيشن. مديكيشن تعني الأدوية. الأدوية هي عبارة عن مركبات كيميائية تستعمل للعلاج أو لمنع تطور حالة مرضية معينة أو لتشخيص شيء ما أو أورغان أو عضو أو something بالجسم. فلهذا the definition for medication. Medication is a substance administered for diagnosis, treatment, cure, relief and prevention of disease. There are two names for the medication, which is generic name or trade name. Generic name هو scientific name and trade name هو brand name. الجنرك نيم اللي نعني به الاسم العلمي للدواء. drug name describe the chemical structure of the drug. trade name or brand name الاسم التجاري للدواء هو name given by the manufacturer, يعني الاسم الذي يعطى من قبل الشركة المصنعة لهذا الدواء. المثال عليه مثلا عندنا شركة اسمها دار الحكمة, شركة أردنية, لما تيجي تريد تصنع دواء تقول تسميه للدواء سيبرو دار. سيبرو هو بداية الاسم العلمي للدواء, ودار هو النهاية أو نهاية اسم الدواء حتى يكون مميز مخصص انه هذا اجى من هذه الشركة اللي هي السيبرو دار. عندنا something else اللي هو prescription, written direction for the preparation and administration of medication, اللي هي الوصفة الطبية اللي نكتب بها, اللي متعارف عليها بيناتنا, نقول عليها الراشيتا اللي يكتب بها الطبيب الدواء والدوز مال. بهذا السلايد عندي medication related terms اللي هي therapeutic effect, side effect, adverse effect, drug allergy, anaphylactic reaction, drug toxicity or drug interaction. هذول قسم من المصطلحات اللي المفروض انه احنا نعرفها, التأثير العلاجي او الاعراض الجانبية للدواء اللي هو the secondary effect of the drug that is unintended, drug allergy اللي هو الحساسية الدوائية, anaphylactic reaction, severe allergic reaction usually occurred immediately after drug administration. اكو بعض الادوية اول ما تنطي تسوي رد فعل مباشر للمريض من خلال كمية من خلينا نقول السمية اللي او التأثير غير المرغوب اللي صار لدى مريض. drug toxicity اللي هو نوع من انواع الافكت اللي سمية الدواء of the drug on an organism of tissue result from overdose built up of the drug in the blood because of impaired metabolism or excretion. سمية الدواء تنتج لما يصير يصل مستوى الدواء لدى المريض إلى حد معين بحيث تتجمع داخل تقوم الكلية ما تقدر تفلتر الكميات الأشياء المتبقية من هذا الدواء وتطلع الأدفرس يعني الأشياء غير مرغوبة خارج الجسم, ولهذا تصعد كمية الدوزة والسمية الدوائية بالجسم, ولهذا تؤدي إلى انفلاكتنج شوك وبالأخير تؤدي إلى الموت في بعض الأحيان إن لم يتخذ الإجراء المناسب. drug interaction هو التفاعل الدوائي. occurs when administration of one drug before at the same time or after another drug altered the effect of one or both drugs. تسمعوها عندنا متداولة بيناتنا بخبط الأبرة, خبط أو خلط دواء مع دواء آخر, طبعا هذا لا يجوز مطلقا ما لم يكون مسموح به من خلال دواء أو راح يكون مكتوب على نفس العلبة الشيشة إذا كانت سيراب أو الانجكشن. بالعادة هذا الخبط يصير بالانجكشنز تو أوف تو دراجز واللي ينطون رد فعل أقوى أكثر more stronger.
طبعا اكو بعض التفاعلات الدوائيه تؤدي الى الكارثه، لانه دواء يعاكس فعل دواء اخر، وهذا ما مو صحيح، لانه بهالحاله الجسم ما راح يعرف شلون راح يتفاعل مع هذه الدوز اللي هي اصلا غلط المعتاد. لهذا كلش مهم انه نعرف انه شنو الكيميكال سبستانس اللي موجوده بدول الدوائين، وتكون ordered from the doctor from the physician، يلا نقدر احنا ننطيها. والاصح انه ننطيها كل وحده بسرنجه اذا كان اي ام، وكل وحده بمكان، وحتى بالنسبه لل باي اورال واللي هو اخف. طبعا احنا دائما نخاف من الدول الخبط اللي ينطي اي في، لانه هذاك راح يروح للبلود ستريم دايركتلي، واللي يؤدي الى مخاطر قد تكون تصل الى حد الموت. Again في هذا السلايد راح نقول onset of action و peak plasma level, drug half-life, actions of a drug on the bodies, onset of the action, the time after the administration when the body initially responds to the drug. يعني هذا بداية ما اول ما يبدي الجسم يتفاعل مع الدواء، بدايته peak plasma level، البلازما راح يصير في البيك اللي انتشار وتفاعل الدواء في داخل البلود ستريم، drug half life، the time required for the elimination process، يعني هذا الوقت المحتاج اللي تحتاجه عمليه الاطراح، to reduce the concentration of the drug to one half what it is ease at initial administration، حتى تقلل تركيز هذا الدواء الى مره ونص what the is initial administration اللي بدت من بدايه التفاعل او من بدايه اعطاء الدواء. هنا راح نقول راح نشوف شنو هي العوامل factors affecting medication action، شنو هي العوامل التي راح تؤثر على الفعل الدوائي او على الدواء نفسه. Developmental factors, gender, culture, ethnic and genetic factors, diet, environmental, psychological factors, illnesses or disease, time of administration. إذا أريد نأخذ واحدة منها كمثل راح نقول على الجندر مثلا، أكو hormonal changes، أكو hormonal actions, body fat and fluid in women، بما معناه أنه إحنا نعرف أنه الفيميل غير عن الميل في عملية أخذ الدواء تكسير الدواء والاستفادة من الدواء نتيجة انه وجود هرمونز افكت اون ذا فيميلز بودي تختلف عن الهرمون افكتس اون ذا ميل بودي. سم اوف سايكولوجيكال فاكتورز اجين افكت اون ذا ميديكيشن اكشن، يعني قد يكون احنا لما قسم من الادوية اللي قد تكون لها ريليشن بالامراض النفسيه، تكون الـ 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 يكون البيشنت عنده سيتويشن معين يزيد به الاكشن مال الدواء عن سيتويشن اخر، لا بالعكس راح يكون ما ماخذ الدواء كل فعله الدوائي، بدليل انه احنا مرات نشوف قسم من الادويه توصف ات بيد تايم، يعني راح يصير التفاعل الكيميائي اثناء ما الجسم مرتاح وساكن وهادئ، وراح يصير التوزيع مالته احسن ويصل الى المكانات اللي يريد نوصلها، اللي يريد الطبيب يوصل الها اثناء نوم المريض وليس اثناء القعده والديلي ليفنج اكتيفيتيز. راح نتعرف بعدين هنا على types of drug preparation اللي هي tablet, pills, capsules, syrup, suspensions, cream, gel or jelly, lotion, ointment, pass, patches و suppositories. هاي هي عبارة عن الأشكال الدوائية المعدة لغرض الإعطاء للمريض. تشوفون هنا أنا بالصور وانتو شايفيها، اكيد نعرف شنو يعني شراب، ونعرف شنو يعني كبسول، ونعرف شنو يعني تابلت، ونعرف شنو يعني تحاميل، بس هسه اريد نتعرف على route of administration، يعني كيفية ادخال
الدواء إلى المريض أو إعطاء قروض، معناتها المسلك أو المكان اللي راح نعطي بيه الدواء للمريض. أولها هي أورال ميديكيشن اللي راح تصير بواسطة الكبسول، تابلت، بيلز أور سي. اللي أول بروسيس راح نستعمل هي السوالوينج، يعني بلع هاي الميديكيشن، تصير بواسطة السبلينجوال أور البكل اللي هي تشيكس. السبلينجوال أندر ذا تانك يوز فور جنرال أور لوكال إفكت. أندر ذا تانك ديسولفز ولارجر إت أبزوربس إن ذا بلاد ستريم. والصورة تبين موجودة قدامكم، قسم من الأدوية التابلتس بالذات، أو إذا كانت نفس الكبسول ممكن أنه يصير داخل نوع من أنواع الزيوت، فنجيبه نخليه تحت اللسان وينعصر، وطبعا يمتص من خلال البلود ستريم اللي موجود بالفم أو اللي داخل الفم بواسطة الوجنتين بين الفكين مال الأسنان. و أجين هذا هم راح يمتص وينبلع عن طريق كل الكافيتي اوف ذا ماوث. ثاني روت عندنا هو الريكتال روت اللي راح نخلي نوع الدواء الشكل الدوائي اللي راح نسميه سوبوزيتوريز التحاميل، واللي هو ب شوية انترفنشن انه وين use when the oral drug as objectable test is or ordered. يعني نستعمل هنا لما يكون الدواء اللي بدنا نطيب بواسطة الفم ما مستساغ او مو طيب او مر او ما ممكن بلع، اذا كان كل شوية كبير البلس مثلا او الكابسول، فراح نخليه بشكل suppositories. الانترفنشن اللي راح نسويه راح نقول put the patient on the left lateral position when with upper leg flexed and use lubricant. يعني راح استعمل نوع شوية من المرطب، بعدين wear gloves، ألبس gloves و insert the suppositories SUPP اللي هي المختصر ل suppositories تحاميل beyond internal sphincter 10 سنتيمتر. والصورة أمامكم توضح، نستعملها بصورة عامة بالنسبة بصورة خاصة سوري بالنسبة لكبار السن لما يصير عندهم الامساك constipation، فننطيهم التحاميل اللاكساتيف نسميها. ونستعمل الطريقة تستعمل ايضا بالنسبة للاطفال اللي ننطيهم تحاميل ضد الحرارة اللي اذا سامعين بها انتو الريفانين مثلا، وبنفس الطريقة طبعا اللي شرحتها قبل شوية. Another route is topical route, dermatology preparation, insultation and irrigation and inhalation. Dermatology preparation يعني التحضيرات الجلدية. وعندنا الثانية اللي هي الاي or ophthalmic insultation و eye drops, eye ointment، يعني يا اما القطرات يا اما ال دهن او الكريم. بالذات هذه الصور توضح انه احنا شلون راح نخلي القطره بالنسبه للدروبس اي دروبس او قطره فور نوز. وعدنا الثالثه اللي هي اير دروبس او اوتيك نسميها. عندنا اجين سم اوف انترفنشنز المفروض سبيشال انترفنشنز نستعملها لما ننطي القطره بالاذن. Assistant client inside lining position clean the ear إذا كانت وسخة وتحتوي على wax، لأن wax يمنع وصول القطرة إلى داخل الإذن. For children under 3 years old gently pull the pinna down and back. For adult pull the pinna upward and backward and backward to straighten the auditory canal. يعني احنا حتى نخلي القناة السمعية مفتوحة وتروح توصل هاي القطرة الى داخل اذن الانسان المريض، بالنسبة للتشيلدرين رح نقول اعمارهم اقل من 3 سنوات pull the pinna down and back، لكن بالنسبة للادلت pull the pinna upward and back. البينا اللي هي موجودة هنا أنا واضحة بالصورة اللي هي بداية الاذن من
بالنسبة للريسبيراتوري انهيليشن، يعني المستحضرات اللي المفروض تروح إلى الجهاز التنفسي اللي تشوفوها دائما موجودة يمكن بالأفلام أو بالأشياء الصور الاعتيادية، أو إذا عندكم مريض تعرفوه بالبيت يكون عنده شكل دوائي حاملة دائما بإيده أو بجنطه أو بأغراضه اللي يستنشقه، اللي هو نقول عليه introduce a drug through the respiratory tract rapid localization relief، رأسا راح يقلل من ال يعني مفعولة دوائي جدا سريع ويقلل من ال obstruction of trachea اللي دا يصير عنده، و especially used for respiratory drug. والصور again أمامكم دا توضح إنه شلون دا يصير ال inhalation by respiratory. هذولاك كلهم مجموعة روتس للأخذ عن طريق مثل ما قلنا الماوث أو الريكتال أو النوز أو الإيرز أو الآيز. هسه راح نجي إلى مجموعة ثانية اللي راح نسميها perinatal root injection، اللي هي كل الانجكشنز بصورة عامة، واللي تنقسم إلى أربع أقسام رئيسية اللي هي intradermal ID, subcutaneous sub-Q وintramuscular IM, intravenous IV. الإكوبمنت اللي راح نستعملها بصورة عامة اللي يعني اللي هي القاسم المشترك لكل هذه الروت هي السرنج، والسرنج قد تكون هايبودرميك أو إنسولين سرنج تيوبركلين سرنج، راح نعتمد على الشامبر مالتها، راح نتفرج بالعملي أيضا شنو يعني سرنج، شنو تقسيماتها، شلون بيها نوع من أنواع مختلفة إلها للنيدلز، وهاي الصور أمامكم هم توضح ال characteristic of the needles short or long, thin or fat or diameters or gauge اللي تقاس بيها. راح ناخذ أول بهذا السلايد أول طريقة من طرق إعطاء ال injections اللي هي intradermal ID المختصر لها. ID is injection into the dermal layer of the skin. راح ننطي بيها small doses 0.1 ml used for diagnostic purpose 50-degree ankle insertion of the needle. The drug produce a bubble well يعني فقاعة طوبة. Common site inner aspect of the arm upper chest beneath the scapula. Again as intervention خاص بهذه ال antidermal or ID injection is do not massage the site of the injection, need time to interpret. هذه لما احنا نستعملها بالاكثر شيء مثل ما قلنا بواسطه بالحساسيه انه راح نخلي تحت الجلد ونباب عليه، ويحتاج لنا مكان وقت معين لغرض التفسير اللي راح يصير تحت الجلد من خلال هذا المديكيشن اللي زرقناه. انتراديرمال انجكشن هذه الصورة توضح اجين المكانات اللي نقوم بها هذا النوع من انواع الدواء. الثاني الاس كيو اور سبكوتينيوس انجكشن اللي هو جاست بنيث ذا سكن يوز فور اليوزج مالته هو فاكسينيشن بري اوبراتيف انسولين وهيبارين، اجين هنا سمول دوزز اللي هي 0.5 تو 1 مل. Needle size and length based on the client body mass. هسه هنا راح نتعامل مع body mass. تشوفون بالصورة يعني اللي انا حطته انه اذا كان اكو body mass يعني اقصد بها كمية الشحم او الدهن، يعني شقد ما كان المريض سمين او كان المريض بالعكس ضعيف، لانه احنا نعرف الفاتس تشو راح تيجي ما بين السكن لايرز والمصل، يعني اكو عضله راح تتكون عليها مجموعه دهون واكو عضله لا بالعكس بالنسبه للمريض الضعيف راح تيجي العضله فوقها السكن مباشره، فاذا هنا راح نتحكم بشنو بالنيدل سايز، لا ما تكون نيدل سايز صغيرة كلش إذا كان المريض سمين، لأن ما راح يوصل الدواء هذه للمصل، وبنفس الوقت ما تكون كبيرة كلش لما يكون المريض ضعيف. وأجين ال 45 degree angle of the insert. الروت الثالث والمهم والمتداول جدا عندنا اللي هو
الانترامسكولار انجكشن اي ام انجكشن وهو اللي نسميه الحقن العضلي absorbed more quickly than SQ و 1 to 2 ml used for less developed adult muscles use safe side located away from large blood vessels nerve and bones 0.5 to 1 ml in the deltoid muscles adult with wheel developed muscles 4 ml in the gluteal medius and gluteal maximum muscles هنا احنا راح نستعمل المسلز الكبيره وهذه راح نحكي بها انه خمسه انواع من المسلز اللي نستعملها لغرض الاي ام انجكشن واللي هي فنتروكيوتال فيستس لاتراس دورسوكيوتال وريكتاس مورس واخيرا الدلتويد وراح نستعمل بها بعدين نشوف بالعمل شنو يعني زيت تكنيك اللي هو هذا موجود بهاي الصورتين ان شلون راح يصير الانجكشن اوف ذا دراج بحيث يجي بشكل يكون لنا كانما مثل ما تشوفون بالسلايد حرف هاي السلايدات اجين هي الدلتويد اي ام انجكشن حتى تشوفون بيها وين تكون هذه النقاط الحمراء المحطوطه وين راح يكون المكان اللي مور ابليكابل فور انجكشن هذا الدورسال سكيوتلز اي ام انجكشن هم تشوفون هذه النقاط الحمراء المكان الصحيح لغرض زرق الأبرة هنا ورح نتعلم بالمختبر إن شاء الله شلون رح نقسم هذه الدلتويد مسلس وشون رح نروح إلى الربع الوحش الأعلى اللي نقدر به إن ننطي الميديكيشن ventricular IM injection again تشوفون هذه بين الأصابع المحطوطة المنطقة اللي نقدر إحنا ننطي الدواء vestis lateralis and rectus femoris IM injection هذا تستعمل ذول الناس اللي يقدرون اللي هو بالثاي بالفخذ اللي يقدرون أدوية نفسهم هسه راح ندخل على الانجكشن الأخير والرابع والأهم والأسرع اللي هو intravenous injection اللي هو drug enter the blood stream directly و for rapid effect is required use when administration use when medication irritated the tissue large volume of IV fluid يعني هنا احنا راح ننطي كميات كبيره راح يروح للبلود ستريم مباشره intravenous push و hazards effect is volume overweight يعني هنا انا راح اخاف عند اعطاء هذا الدواء لانه راح يروح دايركتلي للبلود ستريم وبنفس الوقت راح اخاف من الاوفرلود من الكميه المعطاه ازيد من اللزوم اللي راح يروح الى الفين او الى البلود ستريم مباشره absorb client closely for signs of adverse reaction لما ننطي ال IV administration of medication for the client يفترض ان يكون slowly ودائما ابوع على المريض انطي ما بين 5 الى 10 دقائق اشوف اخاف من anaphylactic shock or من from any reaction قد يظهر على المريض اثناء اعطاء الدواء especially اذا كان something wrong مثلا وهذا اللي يؤدي بنا الى مصيبة كبرى قد تحدث لأنه أنت رايح إلى البلود ستريم مباشرة وقد لا سمح الله تقتل المريض بهذه عملية الإعطاء لما أنت تكون غير متأكد من الدواء اللي أنت ماخذه وأنت رايح إلى البلود ستريم مباشرة أجين أو أنت لما أنت خال النيدل مالتك ما جاية اصلا بالفين وراح يروح المديكيشن بين الانسجة او تحت الفين داير ما داير الفين وراح يكون نوع من انواع الهيماتوما فور ذا بيشنت واللي انت المفروض تبتعد عنها هذول السلايدات راح نقول عليه preparing injectable medication الفرق بين امبولز وفيالز وهنا راح نتعلم طريقة هذا راح نتعلمها كله بالمختبر شلون راح نسحب الدواء من الفيال وشلون راح ندفع هواء بمكانه
وشلون راح ناخذ الدواء بثلاثة سنت ثلاثة مليم أو وان فايف مليم وان أند هاف مليم أو وات إيفر. بنفس الوقت راح ناخذ محاضرة خاصة بالمختبر عن دراج كالكوليشن اللي راح نشوف بيها اللي إلها قانون خاص اللي هي كواليتي ان هاند دوز ان هاند ديزايرد كوانتيتي ديزايرد دوز. وهذه كلها راح نستعملها لما راح نروح راح نتعلمها من المختبر وراح نتعلمها نستعملها لما راح نروح للمستشفى وهناك راح نتعلم شلون نقسم الدواء شلون ننطي الألف ملي جرام نسوي 500 وال500 نسوي ناخذ منه بس 50 بمعادلات خاصة راح نشرحها بعدين. هنا هذا السلايد مالتنا راح نشرح بيه avoid puncture injuries needle stick injuries واللي هو المفروض احنا كلتنا as a nurses كلش ندير بالنا من انه لما نجي ننطي الدواء ندير بالنا على ايدينا وعلى اصابعنا اللي بين مجموعة من خلينا نقول advices اللي هي use appropriate puncture proof disposable container to dispose sharp never throw sharps in the west baskets sharp includes. يعني احنا دائما لما نجي نريد نخلص الابره مالتنا راح نذب النيدل بشارب كونتينرز خاص. شنو يعني بالشارب انكلودز ما هذا نيدل سيرجيكال بليدز لانسيت روزرز ورازورز اند بروكن جلاس. والشيء المهم في هذا السلايد بالذات هذه النقطه اللي تقول نيفر ريكاب نيدل اكسبت ان سيرتن سيركمستانسز از وين ترانسبورت اي بي جي سبيسمنت تو ذا لاب when recap needle use one hand SCOOP method اللي هو احنا من نجي ابدا احنا ما نرجع القبغ مال النيدل على النيدل بنخلص نروح على شارب كونتينر هذا الاصفر اللي تشوفوه موجود بالمستشفيات على التري هناك راح نذب النيدل ابدا ما نذب النيدل بالبتشيس مال زبل او باسكت اخرى مال نظافة ثاني ما ممكن. بنفس الوقت اكو سرنجات خاصة لسحب الدم اللي نسميها اي بي جيز اللي هو سحب الدم الشرياني هذه بالذات اللي تحتاج الى ريكاب يعني اعادة الغطاء على السرنجة لانه احنا هذا ورا ما نسحب البلد من البيش راح نوديه للمختبر وما المفروض ان تكون النيدل اصلا معرض الى انفكشن اور يعني واتفر بس هذه فلازم اجين نخلي عليها القبغ بحذر ونوديها اما البقية فكلها تروح الى شارب كونتينرز. When we want to save medication administrated, be knowledge about the medication you administrate, take a medication history, identify client, check the ID band, inform client, explain action, give the side effect, question the physician about any unclear order, high dose, write a report. If the order is inappropriate, record the administration, evaluate the client response to the drug. Use only medication that is clearly labeled. Do not use liquid drug that is cloud that are cloudy, change in color. Do not leave the medication at the bedside of the patient. Again, safety for the patient. إذا احنا إجراءات آمنة عند إعطاء الدواء للمريض ما ننطي دواء للمريض إذا كان لونه مواضح لونه مضبب لونه متغير ما نخلي المريض الدواء مالتنا يم المريض ونروح نجيب دواء آخر لأنه قد يكون يسيء استعمال المريض أو ما يعرف شلون يأخذه. دائما نشوف رد فعل المريض تجاه الدواء شنو هو مثلا في اليوم قال لنا انه الدواء انا دا يحرقني الدواء انا مرمد يعجبني فاني هذا كله اكتبه بالميديكيشن شيت مالتنا. دائما اسال الطبيب او الشخص المعالج او الفيزيشن عن اذا كان الاوردر مالته انكلير يعني مثلا كاتب لي 4000 او 400 في 3 واني اصلا الدواء مالتي يقرا 40 فاروح اخابره اقول له شنو هاي 3 اصفار انت غلطان او لا. أنا دائما من أجي أريد أنطي الدواء للمريض لازم أعرف الهيستوري أوف ذا بيشن دائما أعرف شنو هذا والمديكيشن البيدي مو ماخذ بيالو بمي أبيض وأروح أنطيها وما أعرف أنا شنو دائما explanation للبيشن الأكشن السايد افكت
مال الدواء، شو يسوي هذا الدواء، شنو نوعه. المفروض أنا as a nurse as a university nurse أعرف إنه معلومات كافية عن الدواء من أجي أنطيه إياه. هنا أنا عندي بهذا السلايد medication order اللي هو راح نقول start order اللي هو ينطي مرة واحدة، و single order one time order هذا هذاك start يعني هسه ينطي، single order هذا مرة واحدة يعطي، standing order not have termination date يعني اللي هو يبدي بس ما بي يقول انطي قرميسين ثلاث مرات باليوم بدون ما يحدد انه مثلا لمدة 7 أيام او يومين وينقل او يومين ويتحول الى كبسول او ما يعني نظر orders. وأكو order آخر نسميه type من ال types of medication orders نسميه PRN اللي هو عند الحاجة. الطبيب هنا أنا راح يقول انطوني انطي هذا الدواء للمريض عند الحاجة، طبعا يسمي الأدوية. هذا السلايد اللي يقول be rights of drug اللي هو 6 rights of drugs اللي هي تطورت وصارت 7 رايتس، تطورت وصارت 8 رايتس، اكو قسم من المنظمات اكثر اصلا تذكر 10 رايتس اوف دراجز، لكن احنا بعدنا معتمدين على ال 6 رايت اوف دراجز اللي هي رايت ميديكيشن، رايت دوز، رايت تايم، رايت روت، رايت كلاينت، رايت دوكيومنتيشن، واللي هي احنا نوثق بها الأشياء الصحيحات اللي نستعملها لما ننطي دواء، لازم ناخذ الدواء الصحيح في والجرعة الصحيحة والوقت الصحيح والإدخال الصحيح الروت والمريض طبعا الصحيح، وأخيرا وليس آخرا اللي هو التسجيل أو الدوكيومنتيشن الصحيح للدواء. أتمنى أن تكون المحاضرة مفهومة، وأتمنى أن تكون المعلومة وصلتكم. شيء مبسط هذا نظري عن الأدوية. بعدين احنا رح بالمختبر رح نعرض هواية أشياء لها علاقة بكيفية تحضير الدواء، كيفية إعطاء الأدوية، رح نتدرب على الآي ام، نتدرب على الآي في سواء على السيموليتر أو نشوف على بعضنا إذا قدرنا، ونتعلم بقية الطرق إعطاء الأدوية وبقية الأشياء. شكرا جزيلا، وإن شاء الله نشوف تسمعونا بمحاضرة جديدة.